أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الوضع في محافظة سقطرى في ضوء التمرد العسكري الجديد الحاصل هناك. قال مسؤول حكومي كتيبة عسكرية ثانية أعلنت تمردها على الحكومة الشرعية وولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة سقطرى. وأضاف مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أن العقيد عبد الله أحمد قائد الكتيبة الثالثة التابعة للواء الأول مشاة بحري يتمرد على الدولة، مشيرا إلى أنه التمرد الثاني في اللواء بعد تمرد كتيبة حرس السواحل مطلع فبراير الجاري. وأكد الرحبي أن هناك مؤامرة كبيرة ضد سقطرى برعاية إماراتية وتعاون من بعض وكلاء المحافظة وقياداتها العسكرية للتمرد على الشرعية وجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف. هذا المستجد يضاف إلى سابقه منتصف فبراير الجاري ويجدد الأسئلة حول أهداف التحالف في سقطرى وعن حقيقة الموقف السعودي الراعي لاتفاق الرياض وتأثير المستجدات العسكرية الأخيرة على هذا الاتفاق. نناقش هذه التساؤلات مع ضيوفنا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. مرة أخرى وخلال أقل من نصف شهر تشهد سقطرى ثاني انشقاق عسكري عن القوات المسلحة وأعلان الولاء لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. بحسب مصادر محلية في محافظة سقطرى فإن قائد الكتيبة الثالثة التابعة للواء الأول مشاة بحري أعلن تمرده وتبعيته للمجلس الانتقالي، وثمة أنباء تتحدث عن تمرد محتمل لكتيبتي الدبابات ونوجد وفقا لما أورده موقع المصدر أونلاين. هذا التحرك هو الثاني الذي يشهده اللواء الأول مشاة بعد تمرد كتيبة حرس السواحل مطلع فبراير الجاري، والثالث الذي تشهده سقطرى بعد تمرد قيادة إدارة الأمن. حدث ذلك بعد أيام من عودة يحيى مبارك رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي في سقطرى من زيارة للإمارات. يبدو أن جهة ما تصر على تفكيك اللواء العسكري الذي يعد القوة الرئيسية إلى جانب القوات البحرية التي يعتمد عليها لحماية الجزيرة من أي اعتداء خارجي مفترض. قيادة اللواء الأول مشاة ممثلة بالقائم بالأعمال ناصر قيس سارعت لنصب نقاط عسكرية في الطريق المؤدي إلى حديبو مركز المحافظة تحسبا لأي تمرد مسلح. السلطة المحلية بقيادة المحافظ رمزي محروس تعهدت في وقت سابق بالتعامل بحزم مع أي تمرد وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، واتهم المحافظ أبوظبي صراحة بدعم التمرد وإثارة الفتنة في سقطرى وخاطب رئيس الجمهورية مطالبا إياه بالتدخل، لكنه لم يجد حتى الآن أي تعزيز أو دعم إضافي لتعزيز سلطة الدولة. إذن أرحب بضيفي، في سينضم إلينا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، وسينضم إلينا أيضا من سقطرى الناشط عبد الحميد السوحمي. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع سيادة المستشار مختار الرحبي. سيد مختار مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكريم. اهلا بك سيد مختار. اذا سيد مختار، يعني حدث جديد ويعني تمرد اخر في محافظه ارخبيل سقطرى في اقل من شهر، برايك ما الذي تريده الامارات في سقطرى بالتحديد؟ طبعا اطماع دوله الامارات ليست جديده وليست وليده اللحظه، انما هي منذ سنوات وبالتحديد منذ دخلت اليها دوله الامارات تحت غطاء وتحت شماعه الدعم الانساني والدعم لجزيره سقطرى في المشاريع التنمويه، وهي دخلت تحت هذا الغطاء، ولكن ما حدث هو العكس من ذلك تماما، انها قامت بإدخال مجموعة من الضباط التابعين للاستخبارات الإماراتية، وهم الذين قاموا بزعزعة الأمن والاستقرار وشراء الولاءات والقيام بأعمال التمرد ودعم التمرد والانقلاب داخل المحافظة. هذا التمرد الذي حصل اليوم هو ليس الأول، كان هناك تمرد قاده مدير الأمن السابق المحسوب على دولة الإمارات والذي كان متواطئ مع العميد خلفان المزروعي مندوب دولة الإمارات في سقطرى، أيضا تبعه تمرد آخر وهو تمرد كتيبة حرس السواحل والشواطئ في جزيرة سقطرى في مدينة في العاصمة حديبو. أيضا كان هناك أيضا تمرد لقائد القوات الخاصة الذي تم إقالته
وهو الذي أعلن ولاءه لدولة للمجلس الانتقالي ورفع علامة تشطير. بالتالي التمرد اليوم هو نتيجة أعمال و يعني جهود قامت بها دولة الإمارات من أجل شراء ولاءات قيادة عسكرية ومن أجل شراء ولاءات لبعض المشايخ والأعيان الذين تم شراءهم بالمال. اليوم بعد أن وصل يحيى مبارك أو المدعو يحيى مبارك رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى، وهو الذي جاء من الإمارات يحمل أموال باهظة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى جزيرة سقطرى وتم شراء بعض القيادة العسكرية لإسقاط اللواء الأول مشاه في جزيرة سقطرى، وهو لواء متكامل في جزيرة سقطرى ويوجد فيه أسلحة ثقيلة ومتنوعة ويوجد فيه أفراد يعني بالمئات. والمخطط هو ليس فقط التمرد في الكتيبة الأولى والكتيبة الثانية أو الثالثة، إنما الغرض الحقيقي ليحيى مبارك والمجلس الانتقالي وكذلك لدولة الإمارات هو السيطرة على هذا اللواء والسيطرة على الأسلحة. والمؤامرة طبعا اشترك فيها بعض وكلاء المحافظة، للأسف الشديد يجتمعون عيانا بيانا مع قيادة التمرد والمجلس الانتقالي ويحيكون المؤامرات ضد المحافظة للأسف الشديد، وهم معينين في الأساس من قبل الشرعية. نعم وهم معينين من قبل الشرعية. إذن شيء مؤسف. إذن يبقى معي سيد مختار حتى أيضا تتضح الصورة أكثر. سينضم إلينا من محافظة سقطرى الناشط عبد الحميد السوحمي. سيد عبد الحميد مساء الخير. السومحي ايوه نعم. اذا سيتم التعديل الان. نشكرك، ولكن يعني نتساءل هنا ما التفاصيل، ما الذي يجري في سقطرى، ما المعلومات لديك؟ يجري في سقطرى يجري انقلاب وتمرد على مؤسسات الدوله وعلى شرعيه الرئيس هادي من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي بقياده يحيى مبارك سعيد، هو الراس الأفعى والراس والمدبر والأول على انقلابات اللي حصلت واللي تحصل في سقطرى من قبل هذا الرجل المتمرد على شرعية الرئيس هادي، وكما حصل من قبل في معسكر حرس السواحل، واليوم نشاهد نفس الصور المتكررة علينا من القيادات العسكرية والأمنية ومن قيادات المدنية، أمين عام سقطرى، أمين عام حديبة، وأمين عام كلانسية، هؤلاء نفس الصور المتكررة التي تمردت على شرعية الرئيس هادي في أيام أحداث بندفر وفي أحداث معسكر السواحل ومعسكر كتيبة قطاع حديبة. لكن يعني سيد عبد الحميد هناك ايضا حديث بانه منذ عوده يحيى مبارك الرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي ربما قد تشهد قادم الايام ارتفاع لوتيره التمرد في الجزيره، وايضا هناك يعني انباء عن ترتيب لتمرد محتمل في كتيبتي الدبابات ونوجد. يعني هل يعني ذلك أن التمرد سيستمر وسترتفع وتيرة التمرد خلال الأيام القادمة؟ نعم 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 نعم، التمرد سيستمر برعاية ومندوب الإماراتي خلفان المزروعي ومقابل الدرهم الإماراتي مقابل الأموال الطائلة والسيارات التي تنفق أبو ظبي على هؤلاء المرتبطه الخونه والعملاء في جزيره سقطرى، مثلا يحيى مبارك واعوانه وبعض قيادات من الجيش والامن الخونه في هذه الجزيره، وعلشان علشان التمرد في هذه الجزيره يعني مقابل يعني قبل اسبوع القوات السعوديه ضبطت مبالغ هائله للمندوب الاماراتي الذي وصلت عبر رويال جيت قبل اسبوع، وهؤلاء المبالغ الطائله تصرف على المرتزقه والخونه من المجلس الانتقالي وبعض الموالين لهم. نعم، اذا ابقى معي سيد عبد الحميد، اذهب لمستشار وزير الاعلام السيد مختار الرحابي. سيد مختار، يعني
تحدثت عن عودة يحيى مبارك رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى، يعني قد يبدو أن قادم الأيام ستشهد الكثير من التمرد على الشرعية في سقطرى، والتساؤل هنا كان المحافظ قد رفع رسالة لرئيس الجمهورية يشكو فيها من تدخل الإمارات، ما الذي حصل عليه المحافظ لدعم موقفه وتعزيز قوة الدولة في سقطرى منذ ذلك الحين؟ أولا بالنسبة لموقف الشرعية وموقف فخامة رئيس الجمهورية، موقفه موقف واضح وصريح، وهو يوجه الأخ المحافظ رمزي محروس الذي استغلوا فترة وجوده خارج الجمهورية اليمنية لغرض العلاج، وقاموا بهذه الأعمال وقاموا بالتآمر وقاموا بالتعاون مع بعض للأسف الشديد الذين كان مطرب بهم أن يكونوا حماة للدولة والشرعية وهم معينين من فخامة رئيس الجمهورية، بعض وكلاء المحافظة وقيادات أخرى للأسف الشديد استغلوا هذه الفترة، فترة عدم وجود المحافظ والذي سيعود قريبا إلى جزيرة سقطرى بدعم كبير من فخامة رئيس الجمهورية ومن الحكومة الشرعية لإعادة المسار وتصحيح الأوضاع. لكن سيد مختار لو قاطعتك هنا، يعني الدعم الذي يقدم من رئيس الجمهورية أو من الدولة هو عبارة عن مواقف ودعم لنقل عليه شفهي، لكن هناك دولة الإمارات ترسل أسلحة لمناصريها وتعزز قوتها، ماذا عن قوة الدولة في سقطرى؟ الدولة موجودة، الدولة متواجدة في جزيرة سقطرى وكل مؤسسات الدولة موجودة، هناك بعض القيادات الذين تم شراءهم بالمال الإماراتي، فهذا لكن هذا لا يعتبر أن أجهزة الدولة غير موجودة، هناك لواء متكامل عسكري يمتلك القوة لردع كل التمردات ولإخماد أي فتنة ولإخماد أي تمرد وانقلاب في جزيرة سقطرى. وأنا من هنا أقول للجميع سواء لمندوب الإمارات أو ليحيى مبارك أو لغيره ممن يحاولون إدخال جزيرة سقطرى في أسس صراعات وأسس انقلابات وتمرد، جزيرة سقطرى لم تشهد انقلابات ولن تكون أرضا خصبة للفتن وكذلك لمؤامرات الإمارات وكذلك للمؤامرات التي يحكيها المجلس الانتقالي ومن يتبعهم. الدولة حاضرة وستقوم بواجبها، واللواء هناك توجيهات للسلطة المحلية لإعادة الأمور إلى نصابها، وفخامة رئيس الجمهورية يتابع بشكل شخصي وبشكل شبه يومي لكل الأحداث التي تحدث في جزيرة سقطرى، وهناك تواصل مباشر مع الأخ المحافظ ومع القيادة العسكرية. وأنا أقول وأتساءل هنا، لماذا لا يتحرك الأخ ناصر قيس العميد ناصر قيس أركان اللواء في جزيرة سقطرى حتى هذه اللحظة؟ يكتفي فقط بإرسال البيانات وكذلك إرسال التقارير فقط مع أنه يمتلك القوة لردع التمرد، ماذا ينتظر؟ لماذا يقف حتى هذه اللحظة عاجز عن إخماد الفتنة وإخماد التمرد؟ هو بحسب سيد مختار يعني أنباء عن موقع المصدر أونلاين، هناك حديث بأنه تم مباشرة نشر نقاط عسكرية إلى قرب المطار وفي أكثر من منطقة في الجزيرة، ولكن يعني لا نعلم ما الذي يحدث في الواقع. سأعود إليك سيد مختار، أذهب الآن لضيفي عبد الحميد. سيد عبد الحميد، يعني بعد مناشدة محافظ المحافظة لرئاسة الدولة بتعزيز قوة الدولة في جزيرة سقطرى في الفترة الماضية، ما الذي تغير منذ أن ناشد المحافظ وحتى الآن؟ والله نناشد قامة المشير عبد الرب منصور هادي ونائب رئيس الدولة الفريق الرسمي حبي مصر الأحمر دعم لهذه الجزيرة من والمحافظ بجميع من الإمكانيات السياسية، وكما ذكرت بالسابق أن بعد خروج المحافظ رمزي محروس من هذه الجزيرة يعني حصل الانقلاب بتواطي. طيب سيد عبد الحميد، بالنسبة للقوات الموجودة، القوات الشرعية الموجودة في الجزيرة، ما هي الإجراءات التي اتخذت عمليا لمواجهة أي تمرد أو انقلاب داخل المحافظة؟ هل هناك أي تحرك للقوات التابعة للشرعية لاحتواء الموقف إذا ما تطورت الأوضاع في الجزيرة؟
القوات الموجودة في هذه الجزيرة المسالمة قوات كافية، وتحتاج يعني تحتاج قرار صارم من من قبل الرئاسة لهذه القوات، لأن يعني هذه القوات الآن تدخل على الإنهاء للتمرد والانقلاب في هذه المحافظة. ويعني كما قلت لك بالسابق أن القوات الموجودة في هذه الجزيرة قوات يعني نراها الآن على طرقان، ونرى الدبابات والمدرعات، لكن ما شاهدنا أن إجراءات أو يعني اتخذت إجراءات باقتحام المعسكر أو يعني بإغلاق عليهم جميع التموينات. نعم، إذا شكرا، وضحت الصورة سيد عبد الحميد السومحي، ناشط كنت معنا من جزيرة سقطرى، شكرا جزيلا لك. أعود لمستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. سيد مختار، يعني الأحداث الأخيرة وأيضا استمرار التمرد الحاصل في جزيرة سقطرى، ما مدى تأثير ذلك على اتفاق الرياض؟ طبعا يؤثر بشكل كبير، لأن هذا يعتبر تصعيد كبير من قبل المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي الذي لم يلتزم بأي بند من بنود اتفاق الرياض، ولم يقم بالتنفيذ حتى هذه اللحظة في مدينة عدن، لم يقم بسحب الميليشيات، لم يقم بتسليم الأسلحة، لم يقم بالسماح بدمج الميليشيات التابعة له في إطار الجيش والأمن، ومع ذلك يقوم بالتصعيد في جزيرة سقطرى، وهذا التصعيد تصعيد عسكري وتمرد معلن لا يقل عن التمرد الذي حصل في العاصمة المؤقتة عدن، أيضا هناك تصعيد في شبوة، بالتالي يؤثر تأثير كبير ويلقي بظلاله على اتفاق الرياض، وأيضا على يعني مصداقية في التعامل مع هذه الاتفاقيات التي رعتها المملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة بالغة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، حيث يتعاملون مع الاتفاق بشكل غير إيجابي، ويمثل إساءة كبيرة للمملكة العربية السعودية ولدورها في اليمن ورعايتها للاتفاق. نعم، لكن سيد مختار هنا تساؤل أيضا، يعني ما الذي يجعل من قوات الشرعية يعني سهلة الاستمالة والاستدراج ليتحول ولاءها فجأة للمجلس الانتقالي في أكثر من منطقة؟ للأسف الشديد هناك أكثر من مبرر لبعض القيادات، البعض ليس لديه وازع أخلاقي، وليس هناك عندهم، البعض منهم يعني مستعد أن يعمل مع أي مشروع آخر، المهم أنه يكسب المال أو يكسب المكاسب الآنية، بالتالي يتم استقطاب كل شخص بحسب ما يريد، البعض يأتوا له عبر الجوانب القبلية، والبعض الآخر السياسية، والبعض الآخر عبر الحديث عن عودة الدولة الجنوبية والانفصال وما إلى ذلك، بالتالي يسهل عليهم اختراق بعض القيادات العسكرية وبعض القيادات المدنية، وهناك قيادات أيضا حتى قبلية للأسف الشديد في سقطرى، هناك مشايخ وأعيان للأسف الشديد تم الذهاب بهم إلى أبو ظبي، ومن ثم عادوا وهم أدوات وأصبحوا أدوات تابعين لخلفان المزروعي الذي للأسف الشديد يقوم بعبث ويعبث في جزيرة سقطرى. وأنا أقول لخلفان المزروعي، وهذه رسالة أوجهها لخلفان المزروعي، لن ننسى ما تقوم به من جرائم، سوف يتم توثيق ورصد كل ما تقوم به منذ أول يوم دخلت فيه جزيرة سقطرى وحتى آخر يوم سيتم طردك فيها من اليمن ومن جزيرة سقطرى، سيتم معاقبتك، سيتم ملاحقتك، سيتم يعني رفع قضايا ضد العبث الذي تقوم به في جزيرة سقطرى، وإذا لم يكون هناك قضاء داخلي في اليمن سوف تلاحق أنت وقيادتك عبر القضاء الدولي وعبر المحاكم الدولية. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأرحب الآن بضيفي من إسطنبول، سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. سيد ياسين مساء الخير. يا سعد الله مساءكم. أهلا بك سيد ياسين، يعني نتحدث اليوم عن آخر المستجدات في جزيرة سقطرى، تمرد جديد في هذه الجزيرة، يعني كيف تقرأ المشهد مع تكرار التمرد العسكري والانشقاقات في صفوف الجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك أخي شادي. طبعا هذه عملية مستمرة، التحديات ماثلة،
والتمردات ستستمر. هناك استثمار في ضعف الدولة اليمنية وفي إضعافها، وهذا الاستثمار يتم من قبل التحالف وأركان التحالف، وفي المقدمة بطبيعة الحال السعودية والإمارات. في جزيرة سقطرى طبعا اللاعب الأساسي والأكبر والأخطر هو الإمارات، لها مشروع في الهيمنة على أرخبيل سقطرى، وهذه محافظة استراتيجية ومهمة جدا بالنسبة لليمن، وهي تسجل حضور اليمن في أعالي البحار. اليمن من الدول المطلة على المحيط الهندي بفضل هذا الأرخبيل الذي يتبع السيادة اليمنية. الإمارات يبدو أنها أغراها هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن، واعتقدت أن بإمكانها أن تطوع إرادة شعب يمني عظيم يعد كل هذا البشر وهذه القوات الكامنة التي تتعرض اليوم لإضعاف، لكن أعتقد أن هناك حقائق لا يمكن أن يتجاوزها أحد مهما أتيحت له من فرص، سواء فرص مالية أو ارتباط في المشاريع الخارجية كما هو الحال بالنسبة للإمارات. وأنا سؤالي هو أنه اليوم نحن أدركنا حجم الخطر المحيط بأرخبيل سقطرى، ما الذي عملناه كسلطة شرعية؟ هذا سؤال يوجه للسلطة الشرعية، ما الذي عملته السلطة الشرعية لمواجهة خطر من هذا النوع؟ يعني هناك التمر الأول ثم التمر الثاني ثم التمر الثالث، والتمردات ستستمر، والإمارات تراهن على تفتيت الكتلة الصلبة المتوفرة للسلطة الشرعية، الكتلة الصلبة المتمثلة في الجيش الذي لا يزال. طب هو بالفعل سيد ياسين، يعني ما الذي يفترض فعله للحد من الانشقاقات المستمرة في ظل النفوذ الإماراتي على جزيرة سقطرى وغيرها من المناطق؟ أول وقبل كل شيء تعزيز أدوات السلطة المحلية، دعم محافظة سقطرى، إبداء حسن النوايا تجاه السلطة المحلية وأركانها والشرفاء من أبناء محافظة سقطرى الذين يقاتلون من أجل حماية السيادة اليمنية في هذا الأرخبيل المهم. ثانيا، على السلطة الشرعية أن تكون واضحة بالنسبة للسعودية، هناك قوات واجبة سعودية في أرخبيل سقطرى، وهذه القوة هي الوحيدة التي تستطيع أن تقول لخلفان المزروعي مثلا انصرف من الجزيرة، الآن لك أن تبقى، ليس هناك مبرر لوجود عنصر استخباراتي تابع للإمارات وعنصر عميل وخطير جدا ويسعى إلى تدمير اليمن وإلى احتواء سكان أرخبيل سقطرى وإلى إشاعة الفوضى في أرخبيل سقطرى، لكن ليس له من مهمة غير هذه. يعني التذرع بأنه يقدم مساعدات مرفوض، إذا كان مقابل هذه المساعدات هو تقويض الحياة العامة والسكينة العامة وتهديد نفوذ الدولة اليمنية في هذا الأرخبيل، فينبغي أن يطرد على الفور. والطرف الذي قادر على طرده اليوم هو السلطة المحلية بمؤازرة قوة الواجب السعودية. طيب سيد ياسين، يعني ما الذي يدفع جزء من الجيش بتغيير الولاء بكل سهولة؟ هناك طبعا عناصر من المحافظات الجنوبية موالية للمجلس الانتقالي كانت جزء من مكون هذا الجيش ولا تزال جزء من مكون هذا الجيش، ويتم إغراءها بسهولة. هناك كما قلت لك استثمار تقوم به الإمارات لإضعاف الدولة اليمنية في أرخبيل سقطرى وفي محافظات أخرى أيضا. هناك استثمار حقيقي لإضعاف الدولة المركزية اليمنية وإضعاف السلطة الشرعية، ليس فقط في أرخبيل سقطرى وإنما في أماكن أخرى. لهذا هؤلاء الناس من السهولة تغيير ولاءاتهم من خلال الإغراءات المالية. أيضا إحياء فكرة الدولة الجنوبية، هذه يتم تسويقها كمسوغ لهذا النوع من التمردات، والأمر بحاجة إلى انضباط. يعني مثلا اللواء الأول مشاة بحري في أرخبيل سقطرى، لماذا لا يتم تعزيزه بعناصر جديدة من اليمنيين الموالين للدولة اليمنية، من شبوة، من المهرة، من محافظات أخرى يمنية؟ بالإمكان تعزيز هذا اللواء بكتائب وبأسلحة، ومن ثم سيتم تحصين هذا الأرخبيل من محاولات إماراتية حثيثة لتقويضه وسلخه من السيادة اليمنية. أما إذا لم تتخذ هذه الإجراءات فأعتقد أن نحن أمام دولة وقحة وأداة من أدوات النفوذ الغربي، وهي اليوم تقوم بهذا الدور، ويبدو أن لديها فسحة لكي تلعب وتعبث بالساحة اليمنية وبالملف اليمني كما يحلو لها، طالما وهي تشتري الكثير من الأسلحة وتقدم الكثير من الأموال لقوى النفوذ الغربية في هذه المرحلة.
لهذا ينبغي تصعيد مهمة الإمارات وينبغي إهانة أدواتها ومقدمتها خلفان المزروع هذا العنصر الاستخباراتي القذر الذي يتصرف في الساحة اليمنية بهذا القدر من الوقاحة ودون اعتبار للسيادة اليمنية ولشروط الضيافة. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد ياسين التميمي كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من مدينة إسطنبول، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا أو هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.